السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بيكم حبيبتي في فيديو جديد من قناة فن وحس. النهاردة ان شاء الله هنعمل الوحدة الخماسية دي، هتستخدمها كوحدة او قواعد اطباق او قواعد كاسات لو عملتي مقاس اصغر، او تعمليها مفرش سفرة كبير زي ما انت عايزة، او هنعمل بيها شغل كذا مشروع الفترة الجاية. طبعا ان شاء الله لو انتوا عايزين تعرفوا هنعمل بيها ايه. نبتدي بسم الله. بسم الله، هشتغل بخيط هيمالايا بينو، او هستخدم ابرة رقم 3.5 ملم. هعمل عقدة كأني هربطها وهلف كده وادخل الابرة هنا واخد لفة، واحد اتنين تلاتة سلسلة لفة، وجوه الحلقة نفسها هعمل عمود، عمود في نفس المكان، تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة لفة، وجوه نفس الحلقة هعمل تلات اعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة جوه نفس الحلقة، مش دي لا دي، هعمل تلات اعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل، وهكذا تلات سلاسل تلات اعمدة لغاية ما يبقوا خمسة. بعد ما بخلص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هشد الخيط ده لجوه كده وهعمل سلسلة واحدة، هاخد لفة وادخل هنا في اول سلسلة واخد لفة واعمل نص عمود عشان افضل جوه الفراغ، هعمل واحد اتنين تلات سلاسل، هاخد لفة وجوه الفراغ نفسه هعمل عمود، عمود في نفس الفراغ، وبعد كده هاخد لفة جوه الفراغ اللي بعديها على طول هعمل تلات اعمدة، واحد اتنين، خلي بالك عشان في ناس بتروح خد لفة وتخش هنا، تمام، انا داخلة هنا في الغرزة الاساسية، تلات اعمدة، واحد اتنين تلات سلاسل، لفة جوه نفس الفراغ هعمل تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، هاخد لفة هنا هو في نفس الغرزة، مش هنا ولا هنا، هنا هو في نفس الوردة الاولانية دي هعمل تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وادخل هنا اهو اعمل تلات اعمدة في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة، هاخد لفة مش هنا ولا هنا، اللفة هنا في الوردة الاساسية، هعمل تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، تلات اعمدة في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة، وهكذا هعمل هنا اهو واحدة كمان وارجع لكم اخر واحدة. هدي عملتها هنا اهو، انا عاملة تلات اعمدة، هدخل هنا اهو في الفراغ ده وهعمل تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، سلسلة واحدة، هاخد لفة وادخل في اول سلسلة واخد لفة واعمل نص عمود عشان افضل جوه الفراغ، وده شكل السطر رقم اتنين. السطر اللي بعده كل سطر هنبتدي كده، واحد اتنين تلات سلاسل، تلات اعمدة في نفس عمودين في نفس الفراغ، اوكي، كل سطر هتبتدي كده، فانا كل سطر هبتدي على طول سلسلة، عندي هنا عمود هسيبه، في هنا عمود وعمود هسيبه، هدخل في العمود ده واعمل عمود سلسلة، هدخل في العمود اللي بعديها على طول سلسلة، هسيب العمودين دول وجوه الفراغ ده هعمل تلات اعمدة اهم، تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، تلات اعمدة في نفس الفراغ اللي هو هنا. انا بوقف بس عشان الوقت، سلسلة هسيب العمودين دول وفي التالت هعمل عمود سلسلة، عامل عمود فوق العمود اللي بعده على طول سلسلة، هسيب العمودين دول وجوه الفراغ ده هعمل تلات اعمدة، تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، تلات اعمدة في نفس الفراغ اهي سلسلة، هسيب العمودين دول وفي تالت عمود هعمل عمود سلسلة، عمود فوق العمود اللي بعده سلسلة، وهدخل في الفراغ ده هعمل تلات اعمدة، تلات سلاسل، تلات اعمدة، وهكذا لغاية اخر السطر.
اخر السطر، وكل سطر هينتهي برضو بنفس الطريقة. في الفراغ اللي فيه ثلاث اعمدة ده هعمل فيه ثلاث اعمدة، واحد اتنين تلاتة، وطبعا كنت عاملة سلسلة قبليها، سلسلة واحدة، وهاخد لفة هنا عندي واحد اتنين في تالت سلسلة من تحت او الاولى من فوق، هاخد لفة لفة واطلع من الثلاث حلقات كلهم سوا، واحد اتنين تلات سلاسل وعمود والتاني في نفس الفراغ. تمام، احنا كل مرة بنبتدي كده وننهي كده. ده شكل السطر رقم تلاتة. سلسلة، هسيب عمودين وفوق العمود رقم تلاتة هعمل عمود، سلسلة هعمل عمود فوق العمود اللي هيقابلني، سلسلة هعمل عمود فوق العمود اللي بعده، سلسلة هعمل عمود فوق العمود اللي بعده. كان عندي في اول دور صدفة وصدفة، الصدفة اللي هي تلات اعمدة، تلات سلاسل تلات اعمدة، دي صدفة، عندي صدفة وعمودين في النص وصدفة. الدور اللي بعديها صدفة واربع اعمدة وصدفة، هعمل سلسلة جوه الفراغ ده هعمل صدفة، تلات اعمدة تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، تلات اعمدة في نفس الفراغ. تاني سلسلة، هسيب العمود ده والعمود ده، في تالت عمود هعمل عمود، سلسلة في العمود اللي بعديها هعمل عمود، في سلسلة في العمود اللي بعديها هعمل عمود، سلسلة في العمود اللي بعديها هعمل عمود، سلسلة، هاجي جوه الصدفة هنا واعمل تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة، وهرجع اكرر تاني، هعمل سلسلة، هسيب العمودين دول واعمل عمود فوق العمود التالت، سلسلة عمود فوق العمود، سلسلة عمود فوق العمود، سلسلة عمود فوق اول عمود، وهسيب عمودين وفي جوه الصدفة هعمل تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة. اخر السطر هعمل في الفراغ ده تلات اعمدة واقفله، سلسلة واخد لفة في اول سلسلة من فوق، واخد لفة واعمل نص عمود. ده شكل سطر رقم اربعة. السطر اللي بعده كل سطور هتعمل كده، تلات سلاسل عمود وعمود سلسلة، هسيب عمودين وعمود الرقم تلاتة، سلسلة عمود فوق العمود، سلسلة عمود فوق العمود، سلسلة عمود فوق العمود، سلسلة عمود فوق العمود، سلسلة عمود فوق العمود. كده بقى عندي كام عمود؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. سلسلة جوه الفراغ ده صدفة تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة، تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة، وهو ده اللي احنا هنعمله في كل السطور. تمام، سلسلة هسيب عمود التاني في التالت هعمل عمود، سلسلة عمود فوق العمود، سلسلة عمود فوق العمود، سلسلة عمود فوق العمود، سلسلة عمود فوق العمود، سلسلة عمود فوق أول عمود، وبعد كده سلسلة جوه الصدفة هعمل تلات أعمدة تلات سلاسل تلات أعمدة. وده شكل السطر رقم خمسة. هتفضلي كبري بنفس النمط ده بنفس الطريقة، ستة سبعة تمانية عشرة مليون، بنفس الطريقة دي. كنا عملنا قبل كده حاجة شبه كده بس نجمة، وعملناها خددية. السطر اللي بعده هيبقى، قلنا الأولاني كان اتنين بس، ايه الأولاني كان عمودين بس، التاني عمود اتنين تلاتة اربعة، السطر اللي بعديه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، اللي بعديه هيبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، اللي بعديه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، وهكذا. يبقى كل دول بعمل صدفة تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة، سلسلة بسيب عمودين وفي العمود التالت اعمل عمود، سلسلة عمود فوق العمود، سلسلة عمود فوق العمود، سلسلة فوق العمود فوق العمود، لغاية ما اوصل هنا. اجي الصدفة اللي هي تحت دي هعمل في اول عمود عمود،
وبعدين سلسله، واسيب العمودين وجوه الصدفه اعمل 3 اعمده، 3 سلاسل، 3 اعمده. يا رب اكون فدتكم. كل سهل عليكم، لايك وشير الفيديو، بحبكم جدا، ونشوفكم في فيديو جديد هنعمل بيها حاجه جميله جدا. تابعوا.